كل القصائد في حنائها قمر، جازان طفلة حب مسها خفر. جازان عطر جنوبي نهيم به في حضرة الفل قد لا ينفع الحذر. الماء في روحها إيقاع أغنية، تبتل مثل الصبايا إنهم المطر. إن الزراعة في أرجائها قدر، وأعذب الحب ما يصفو له القدر. كالبيئة البكر من سهل ومن جبل، والبحر يصغي لها إن غنت الجزر. جازان إنسان هذه الأرض طيبة بأهلها، والرجال الطيب والأثر. في كل يوم لها مجد تدونه، في عهد سلمان كم نزهو ونبتكر. لبناء دعائم المستقبل وبخطى ثابتة وأهداف استراتيجية طموحة، استكملت منظومة البيئة والمياه والزراعة خططها وبرامجها لتنفيذ عدد من المشروعات الهادفة لتقديم حلول مستدامة للخدمات البيئية والمائية والزراعية بمنطقة جازان، وذلك وفق رؤية المملكة الطموحة 2030. واليوم وفي سباق مع الزمن وتحد من جغرافية المكان، نقف على مجموعة من الإنجازات الجديدة بمشاريع مائية حيوية غايتها تعزيز إيصال مياه الشرب للمستفيدين من خلال 7 مشروعات مائية ستسهم في تعظيم الاستفادة من مياه السدود في المنطقة. ولمواكبة الطلب المتزايد على المياه وفقاً للزيادة السكانية بمنطقة جازان، تم مع مطلع عام 2020 استكمال تنفيذ أول محطة تنقية مياه على سد وادي جازان كأحد أكبر سدود المملكة، إذ تبلغ سعته التخزينية 51 مليون متر مكعب من مياه السيول ترد إليه من 5 أودية، وتبلغ طاقة محطة التنقية حوالي 20,000 متر مكعب في اليوم كمرحلة أولى، ليرتفع بذلك معدل التوزيع اليومي لمياه الشرب في محافظتي العارضة وأبو عريش و7 مراكز تابعة لهما من 10,000 متر مكعب إلى 30,000 متر مكعب في اليوم، وتزداد ساعات الضخ اليومية من 7 ساعات إلى 12 ساعة في اليوم لخدمة أكثر من 72,000 مستفيد في اليوم بتكلفة مالية قاربت 100 مليون ريال. كما نفذ خط ناقل للمياه من سد وادي بيش إلى محطة التنقية بطول تجاوز 10 كيلومترات وبسعة تصميمية بلغت 150,000 متر مكعب في اليوم، وفي مدة قياسية لم تتجاوز 3 أشهر رغم التحديات التي واجهت عملية التنفيذ نتيجة للظروف الجوية والجبال الصخرية والتربة الانهيارية، وبتكلفة مالية تجاوزت 49 مليون ريال. ولتنقية هذه المياه وإيصالها إلى المستفيدين نفذت المرحلة الثانية من توسعة محطة تنقية وادي بيش ورفع طاقتها الإنتاجية إلى 150,000 متر مكعب في اليوم، وزيادة معدل الضخ اليومي من 75,000 متر مكعب إلى 150,000 متر مكعب في اليوم لخدمة 500,000 مستفيد في 10 محافظات، وزيادة ساعات الضخ اليومية من 7 ساعات إلى 12 ساعة في اليوم، وبتكلفة مالية بلغت
65 مليون ريال. ولتعزيز إيصال مياه الشرب للمستفيدين وزيادة نسبة التغطية بخدمات المياه في مختلف المراكز التابعة لمحافظة الدرب، استكمل تنفيذ خطوط رئيسية وشبكات فرعية بأطوال تجاوزت 171 كيلومتراً، لتصل بذلك نسبة التغطية إلى 84%، مع زيادة معدل الضخ اليومي عبر الشبكات بنسبة 26% لخدمة أكثر من 20,000 مستفيد، وبتكلفة مالية قاربت 33 مليون ريال. وفي محافظة صبيا نفذ مشروع داعم لرفع الكفاءة التشغيلية في المحافظة والمراكز التابعة لها، وذلك من خلال تنفيذ 3 خزانات تشغيلية بسعة إجمالية بلغت 37,000 متر مكعب، وبتكلفة مالية تجاوزت 12.7 مليون ريال. ولضمان الاستفادة الكاملة من مياه الآبار وإيصالها للمستفيدين في 4 محافظات بالمنطقة ومراكزها، نفذ مشروع إعادة تأهيل الخطوط الناقلة ووحدات الضخ التابعة لعدد من الآبار المتضررة من السيول بتكلفة مالية تجاوزت 5 ملايين ريال. ولتحسين الخدمات الأرصادية المقدمة للمستفيدين وتعزيز الشبكة الوطنية للرصد في المملكة ودعم خطط التعامل السريع لمواجهة حالات الطوارئ، نفذ مشروع الرصد الهيدرولوجي بمنطقة جازان، والذي يتكون من 4 محطات مناخية و37 محطة للأمطار و4 محطات لقياس السيول ومحطات آبار المراقبة ل19 بئراً بتكلفة مالية بلغت 800,000 ريال. وفي مسار موازن عملت منظومة البيئة والمياه والزراعة على تحقيق عدد من مستهدفات الأمن الغذائي والتنمية الريفية المستدامة من خلال تنفيذ عدد من المشروعات التكاملية وفقاً للمقومات البيئية والجغرافية بمنطقة جازان، وسعياً إلى توفير السلع الغذائية الاستراتيجية واستدامتها، نفذ مشروع إنشاء وتشغيل مطحنة جازان الثانية بطاقة إنتاجية تبلغ 600 طن قمح في اليوم، وبتكلفة مالية تجاوزت 190 مليون ريال، ويتم تشغيلها وإدارتها بطريقة إلكترونية متكاملة لإنتاج كافة أنواع الدقيق، لتصل بذلك القدرة الإنتاجية للمطاحن إلى 1200 طن قمح في اليوم لخدمة منطقة جازان والمناطق المجاورة. ولتحقيق الاستفادة الكاملة من مياه الأمطار وزيادة الإنتاجية للمحاصيل الاستراتيجية، نفذت المرحلة الأولى من مبادرة تأهيل المدرجات الزراعية وتقنيات حصاد مياه الأمطار بمنطقة جازان، كما بدأ العمل بتنفيذ المرحلة الثانية بتكلفة إجمالية بلغت 35 مليون ريال. كما قامت الوزارة بتنمية المصايد البحرية وزيادة عدد الصيادين لما تتميز به المنطقة من مقومات داعمة لمستهدفات الأمن الغذائي، حيث نفذ مشروع مرفأ الصيادين في الشقيق بمساحة 50,000 متر مربع و5 أرصفة عائمة للصيادين بقدرة استيعابية بلغت 120 مركب صيد، وبتكلفة إجمالية بلغت 28 مليون ريال. إن هذه المشاريع البيئية والمائية والزراعية التي حرصت الدولة بقيادة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين حفظهما الله على تنفيذها وفق أفضل الممارسات والخبرات، تعكس الجهود المبذولة من قبل منظومة البيئة والمياه والزراعة، ولتترجم رؤية المملكة الطموحة 2030، ولتعكس مكانة بلادنا وجهودها في تحقيق الأمن الغذائي والمائي واستدامتهما،
لكافة المواطنين والمقيمين في مناطق المملكة كافة.